قبل برضو ما نرجع، خلينا ناخد طاقم حكام مباراة غدا ما بين النادي الأهلي والداخلية. كابتن أمين عمر حكما للساحة، طبعا الدوري المصري الممتاز الجولة الثالثة الـ4/2 نوفمبر 2022 استاد السويس الجديد، الداخلية سيلاقي النادي الأهلي. كابتن أمين عمر حكما للساحة، كابتن محمد عزازي حكم مساعد أول، كابتن خالد السيد حكم مساعد تاني، أما كابتن محمد الدسوقي حكما رابعا، وكابتن عمرو الشناوي حكما للفار، وكابتن محمد محمود لطفي حكم فار مساعد. ده طاقم التحكيم لمباراة الداخلية غدا في الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز.